طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزملاء والزميلات في قناة الاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن مواصلة في محاضراتنا في نظم المعلومات الجغرافية أو الجي اي اس، يمكن اليوم نتكلم عن حاجة مهمة جدا من مفاهيم نظم المعلومات الجغرافية. زي ما نبهنا الناس انه حاولنا نعمل سلسله من الباك جراوندز او الحاجات السيوري بالنسبه للابلكيشن بتاع الريموت سينس الجي اي اس. ان شاء الله اليوم هنتكلم كحاجه سيوري مختصره جدا لكن مهمه جدا في تطبيقات الريموت سينس والجي اي اس، اللي هو البروجكشنز او البروجكشن سيستم، انظمه الاصغاءات الجغرافيه. ممكن دي من الحاجات المهمه جدا ان شاء الله نحاول نمر عليها بصورة سهلة للناس، ونثبت فيها مفاهيم مهمة جدا بالنسبة للعمل بتاع الناس اللي بيعملوا في المشاريع الكبرى وكده يعني. إن شاء الله قبل ما نبدأ إن شاء الله ننبه الزملاء والزميلات، الناس اللي ما مشتركين في القناة، الناس تحاول تشترك في القناة، اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان تصلك كل المحاضرات إن شاء الله في زمنها المحدد. كذلك اعمل لايك للمحاضرة واعمل شير للمحاضرة عشان تعم الفائدة وتدعم القناة بصورة كبيرة وبصورة مباشرة إن شاء الله. نخش طوالي في المحاضرة حقتنا، اللي هو هنتكلم عن البروجكشنز أو الكوردينيت سيستم أم بروجكشن حسب المسمى بالنسبة للناس يعني. طيب، لما نيجي نتكلم عن البروجكشن أول الكوردينيت سيستم بروجكشن، ممكن دي الحاجات دي مهمة جدا، المفاهيم دي زي ما ذكرنا الناس إنه لان انت لو عندك اي بروجكت او اي مشروع ما بنيته على البروجكشن الصحيح يبقى عندك اشكاليه في الداتا، يبقى عندك اشكاليه في الداتا او اشكاليه في اسقاط الداتا في المنطقه بتاعتك، خاصه بنركز بصوره كبيره في المشاريع الكبرى، لان في ناس كتار جدا واجهتهم مشاكل في البروجكشن بتاع البروجكت بتاعها. طيب، يمكن نخش كمدخل للبروجكشن بتاعنا. طبعا زي ما معروف لدينا، عندنا نوعين من البروجكشن، الكوردينيت سيستم والبروجكشن، عندنا منه نوعين، اما تشتغل عن طريق الجيوغرافيك كوردينيت سيستم او عن طريق البروجكتيد كوردينيت سيستم، اللي هو نظام العالم العالمي. طبعا النوع الاول ده هو النظام العالمي، الجيوغرافيك كوردينيت سيستم ده نظام الاسقاط العالمي اللي هو دبليو جي اس. هي طبعا في انظمه كثيره عالميه لكن النظام المشهور عالميا دبليو جي اس 84 اللي هو الجي سي اس 84 1984، ده يمكن من افضل الانظمه بتاعت الاسقاط بالنسبه للعالم يعني. طيب، وبعد ذاك نخش برضه في البروجكتد كوردينيت سيستم اللي هو ده نظام اليو تي ام زي ما معروف للناس يعني، نظام اليو تي ام. طبعا لما تتكلم عن نظام اليو تي ام تتكلم انت على ديتيلز، تتكلم عن تفاصيل، تتكلم عن حاجات انت كلما يعني شغلك فيه كالكوليشن، شغلك فيه ستاتستيك بصوره كبيره، دائما لمنطقه صغيره اشتغل بالبروجكتد او اشتغل بنظام اليو تي ام. طيب، نتكلم عن الاول اللي هو الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، نشوف التعريف بتاعه قال شنو. قال جي سي اس يوزز 3 دايمنشنال سفيريكال سيرفيس تو ديفاين لوكيشن اون ذا ايرث، يعني قال هو عباره عن نظام بيمثل لي سطح الارض عباره عن ك3 دايمنشن، او بيمثل لي الكره الارضيه كشكل بتاع 3 دايمنشن وشكل بتاع سفيريكال سيرفيس في شكل 3 دايمنشن، يعني بيمثل لي الكره الارضيه في شكل اهليجي وفي شكل بتاع شنو 3 دايمنشن او 3 ابعاد. طيب، قال جي سي اس از اوفن كولد داتوم، هو برضه بيسموه الداتوم. طبعا الداتوم ده ان شاء الله هتكلم عنه في محاضره منفصله لانه مهم جدا برضه في عمليه الميجرمنت بالنسبه للكوردينيت سيستم، لان الكوردينيت سيستم اللي بنتعامل به في سطح الارض مبني على الداتوم، مبني على الداتوم، عشان كده الداتوم ان شاء الله هتكلم عنه بصوره منفصله. طيب، قال الدبليو جي الجيوغرافيك كوردينيت سيستم او الجي سي اس، قال هو يسمى الداتوم، بط داتوم از اونلي one part of the GCS. برضه هو قال هو جزء من الجي سي اس لكن عنده طرق معينه وعنده اليات معينه الداتوم، يعني لان انا الداتوم باخذ منه الميجر، باخذ منه بكون فيه يعني
النقطة الصحيحة للبرايم ميريديان وهكذا، لأنه هو عبارة عن بيعتمد على السفرويد. يمكن ده الفهم الفكرة العامة بتاع شنو الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. انت ثبت الحاجة دي عندك، بتعامل لي مع الكرة الأرضية كثري دايميشن لحد هنا نف. ده نظام بتاع الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. نيجي لنظام اليو تي ام، هو قال شنو؟ قال يو تي ام كوردينيت سيستم ريبريزنتنج 3 دي تو 2 دي دايميشن، يعني بيتعامل لي مع 3 دي بحوله ل 2 دايميشن. ده نظام اليو تي ام، انا بتعامل مع الكره الارضيه ك 2 دايميشن زي الورقه 2 دي فورمد باي ذا سوبر امبوزيشن اوف ذا ريجولار سكوير جريد اون ذا ايتش بروجكشن زونز اوف 6 ديجري لونجيتيود ويت زي يو تي ام زون. يمكن قسموا لي من 1 ل 60، ببدا لي من 180 في الاتجاه الويست او الغربي لحد 174 في الاتجاه اللي هو الاتجاه الشرقي كده. الحاجه دي مهمه جدا، يعني النظام اليو تي ام قاموا قسموا لي الكره الارضيه دي لشنو؟ الى 60 زونز من 1 ل 60، ببدا لي من اخر اللي هو من الويست بينتهي لي شنو في الايست. طبعا في النقطه 0 0 بتكون موجوده في النص 180 درجه، اتقسمت اللي هي ويست وايست. تبدا لي من اقصى الغرب اللي هو 180 درجه لحد اقصى الشرق اللي هي 174 درجه. ده تقسيم الزون سوى 60 زونز لما نيجي نشوف الصوره بعدين او نشوف الفيجرز. طيب وعندي طبعا عندي حاجه اسمها البرايم ميريديان. زي ما ذكرنا دائما انا عندي الايكواتا خط الاستواء وعندي البرايم ميريديان، تقاطع الخطين ده بعدين باخذ منه الميجرمنت بتاعت الكوردينيت سيستم. لما نرجع للنظام الاول ده بنجد انه عندي خط الاستواء، هو بقسم لي الكره الارضيه الى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. والبرايم ميريديان بقسم لي الكره الارضيه الى نصفين، نصف شرقي ونصف غربي. الحاجة دي مهمة جدا، بعدين لما نجي في الفيجر تعايل الحاجة دي بصورة واضحة. يمكن ده من خلال الرسمة دي لاحظنا الرسمة الفوق دي اللي هي ده WGS 84، نفس الشيء برضه ده ذاته برضه WGS 84. لو لاحظنا هنا عندي خط الاستواء بقسم بيها الكرة الأرضية إلى شمال وجنوب، إلى شمال وجنوب. طبعا فوق القطب الشمالي وتحت القطب الجنوبي، فوق القطب الشمالي وتحت القطب الجنوبي. بعد ذاك انت شوف انت الدولة حقتك واقع وين، انت واقع شمال خط الاستواء ولا واقع جنوب خط الاستواء، وهل انت واقع شرق البرايم ميريدن ولا واقع غرب البرايم ميريدن. لان البرايم ميريدن هو شنو؟ هو خط الطول الرئيسي، خط الطول الرئيسي يعني بيمر من القطب الى القطب، ده البرايم ميريدن. هو منصف لي الكرة الارضية، منصفها لي ومقسمها لي لاثنين شرق وغرب، لكن شنو باب من القطب الشمالي للجنوبي. اما خط الاستواء بقسم لي الكره الارضيه شنو الى نصفين شمالي وجنوبي. بعد ذلك بيتم القياسات من خلال التقسيمات دي. لو لاحظنا في الشكل الثاني هو عامل جريد لكل الكره الارضيه، وبالتالي لو لاحظنا حتى قسم لي دوائر العرض من 0 20 40 60، كذلك خطوط الطول 0 20 40 60 80 وهكذا. يمكن دي الحاجة اللي بتوضح لي التقسيم بتاع ال WGS 84. أما الشكل الثاني ده شكل ال 2D أو شكل ال UTM. ده شكل ال UTM اللي هو قسم لي شنو الكرة الأرضية إلى شنو، إلى 60 من أقصى الغرب لأقصى الشرق. الحاجة دي يا أخوانا مهمة جدا، أنت لو شغال ريجونال بتشتغل بال WGS 84، لو شغال تخريط للدوله كلها بتشتغل بالنظام الكبير، ولو شغال ستادي اريا او ديتيلز اريا بتشتغل باليو تي ام، لان المنطقه بتعتمد على الزونز. عندك زون 36 زون 37 وهكذا. لان دي الحاجات دي مهمه جدا، لان انت لما تعمل ميجر سكيل او عندك يعني ريجونال سكيل كبير جدا، هنا بتعتمد على شنو؟ النظام العالمي. عندك منطقة صغيرة سكيل صغير تعتمد على شنو؟ نظام اليو تي ام، لأنه بيعتمد على الزونز. ممكن لحد هنا نكتفي بهذا القدر. أشكركم لحسن المشاهدة والاستماع إن شاء الله، ونلتقيكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.